يا ناس خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي في هيك وفي هيك يا باهي كيف يا حلالي لهاد مرتاح ولا غيره أحسن كيف ما كنت يكوني كيف ما بدي كون لهو مرتاح ولا أنا أحسن كيف ما كنت يا ناس خلوني بحالي Come on, come on, just do it Come on, يلا The way that you are أنت كريم يا ربي العتبة جزاز وسلم نيلو في نيلون العتبة جزاز وسلم نيلو في نيلون هو عطاني مشمشة وانا عطيته مشمشة محل اللقاه بعد اللي عيشه هرادي انت فينك يا ابن العم انت فينك يا ابن شيخ الجبل حط السلة من يدك وارفع يدك وقف عندك لطخك بالنار يلي الله 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 هو جرى المخك حاجة يا هريدي أنا ولد عمك ولد عمي أنهي واحد فيهم مشهور مشهور اتشاهد على روحك يا مشهور حكتلك دلوقت أباي ليه يا ولد العم ليه عشان ماليش ولد عم اسمه مشهور يا الدلعدي ربنا يسامحك يا ولد العم هو أنا قلت لك اسمي مشهور؟ أمال إيه؟ أنت ما عندكش عم اسمه مشهور؟ عندي ما عنديش كيه إيوه كويس بقى أنا أبقى ابن عمك مشهور أباي عالمخ السميكة ماني قلت لك ما عنديش ولد عم اسمه مشهور ولا أنت عايز تأكل بعقل حلاوة ولا إيه؟ لا يا ولد العم مش عاوز أكل بعقلك حلاوة أمال إيه؟ عشان عديت الجبل في نص الليل عشان إيه؟ داني عديت البوليس والمخبرين وجبت لك العيش والحلاوي عشان تاكلهم يعني أنت جبت معاك عيش وحلاوي؟ إيوه وفراخ كمان عاوز تاخدهم ولا أرجع بيهم الغيط؟ ارجع بيهم الغيط إزاي؟ حطهم عندك وارجع لوحدك أنت بتقول إيه؟ أحطهم وارجع؟ إيوه أحسن لسيح دمك لا يا ولد العم
انت طول عمرك كده يا هريدي. انا كنت فاكرك حتاخدني في الاحضان وتقول لي نام على كتفي وتطبطب عليه وتقول لي زي العيال وزي امي وزي ابويا وزي اخويا، لكن لا يا هريدي، ما كانش العشم ده، انت قلبك زي الصخر ما يلمشي. سكت ليه يا هريدي؟ سكت ليه؟ ما تتكلم يالي. ايه هتزعق ليه؟ يعني انت ولد عمي؟ ايوه. امال ايه؟ يعني مش خفير ولا جاسوس ولا حاجه؟ خفير؟ خفير ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ده انت عارف معنى قلبي الجاية ليه، وبتلحنها كمان. انا عارفه اللحن ده، ده للست الكبيرة ورد الجزائرية. ايوه وانا عارفها برضو. ده انا ولد عمك يا هريدي. انا واحد فيهم. ايوه ولد عمك مشهور. قلت لك ما عنديش ولد عم في الاسم ده. اباي عليك يا هريدي، هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ ده انا ابن عمك مشهور. اقول لك ايه، هو انت ما عندكش عم اسمه مشهور؟ انا بقى ابني مشهور. اباي على دماغك السميكه، انت عجب لي صداع لنفوخي. ماني قلت لك عندي عم اسمه مشهور؟ امال ايه يالي انت بتقول ايه؟ ما هي واضحة زي عين الشمس، انا ابن عمك مشهور. انهي واحد فيه؟ يا عرابي ابن مشهور. عرابي؟ امال ايه؟ عرابي عرابي؟ يا ده انا عرابي ولد مشهور. ولد عمي مشهور. يا امال ايه؟ ولد عمي مشهور. ايوه. طب اديني علامي. ابا علامتي ايه يا ولد عمي؟ علامة تدلني انك مش خفير ولا عميل عند البلويس. انت بتتكلم من كل عقلك يا هريدي؟ امال ايه؟ مش هريدي اللي تاكل بعقله حلاوة؟ ايه بص على الحلاوة، حلاوة دي بلدي وناقاوي ناقاوي، ده بص على الحلاوي حلاوي دي بلدي وناقاوي ناقاوي، بص. ياه قاعد ترقصني وتلعبني عشان تاكل بعقل حلاوي؟ لا يا هريدي، مش عرابي اللي يقطع الجبل في نص الليل وسط الوحوش الكسرة عشان يشوف ابن عمه وفي الاخر يقول له اديني علامة. يعني مش هتديني علامة؟ لا مش هديك، ده اني مخصمك مش هطعميك حلاوي. مش هتديني؟ لا 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 يا اخوي مش هديك. طب اتشاهد على روحك. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب اقول لك ايه يا ولد العم، انت مش فاكر واحنا عيال صغيرين قد كده كنا عضليات وكتاكيات واحنا بنسبح في الترعي؟ اي علامي. ضحكتني. فاكر امال مش فاكر؟ ايوه اهديتك علامي. اخرس يلا اخرس. ايه هي دي علامتك دي؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ هو في حد في الغيط كله من كفر ام تفاحه لغايه كفر ام المعيز ما سبحش في الترعه هو عيل؟ ايه ولا؟ طب احلف لك بايه يا هريدي اني ولد عمك؟ ما تحلفش في حاجة. انا عندي وسيلة اخليك تقول اللي انت مش عايز تقوله من غير ما تقوله. يا طب ايه وسيلتك بقى؟ هي وسيلتي اباي على الناس الهللة اللي ما تعرفش قيمة الناس اللي تقعد في الجبال. اسمع يا ولي، ان كنت ابن عمي في صحيح تقول لي دلوقت مين هو الواد اللي قرص الدبور؟ ايه قرصوا الدبور؟ ايوه مين من ولاد خالتي نعمات اللي قرصوا الدبور واحنا عيال صغيرين؟ نعمات ودبور؟ مش عارف يا هريدي. ما دمت مش عارف يبقى انا هطخك عشان انت مش ابن عمي مشهور. استنى يا هريدي استنى، اديني فرصة لما افتكر. فرصتي؟ طب اسمع هعدلك للعشرة. واحد. يكونش شعراوي ابن الحاج متولي؟
يا لا اثنين افتكرت مين؟ يكونش برع ابن زناتي؟ تلاتة. طب عدي على مهلك يا هريدي، يكونش هنداوي؟ يا اربعة. طب بس خلاص عرفته، يكونش سليم الاعرج؟ خمسة. اتشاهد على روحك يا عرابي، ما تتسرعش يا هريدي. يا ستة. لا يا ولد العم، جعتني كتفي. سبعة. طب احلف لك بالمرحوم امك. يا تمانية. اباي ما تتهورش يا هريدي. تسعة. لا لا. عشرة. يا لا يا عملتها يا هريدي. عرابي يا عرابي يا عرابي، انا عرفتك يا عرابي، انا عرفتك من صرختك لما طخيتك عرابي. حبيبي ده انت قتلتني يا هريدي، ده انا حمار عشان طخيتك بالنار عرابي. سامحني يا عرابي. اقول ايه يا هريدي؟ قول. انت تغمض لي عيني بعد ما اموت. مات عرابي، رحمة الله عليك عرابي. سامحني عرابي، ده عاشر ولد عمك تلو عشان اعرف مين ابن خالتي نعمات اللي قرصوا الدبور وما عرفتش. ابوي عليك يا هريدي، ابوي عليك يا هريدي. سامحني يا عرابي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم المفضل أبطال من عنا. مثل ما عودناكم دايما أنه نحن منستضيف دايما الضيوف الكتير مميزين. نحن اليوم مستضيفين الأشقاء الأربعة، عمرو، عامر، عمار، عليا، الأشقاء الأبطال اللي عودونا دايما أنه هن بتوجوا بطولاتهم بالميداليات الذهبية اللي بترفرف على سماء وطننا الغالي. نحن معنا اليوم عائلة الكحلة المؤلفة من أربع أشقاء أبطال، هن عامر اللي حصد ذهبية الوثب الطويل، عمر اللي حصد ذهبية رفع الأثقال، وعمار اللي حصد الذهبية بالملاكمة بوزن الريشة. كمان معنا الآنسة عليا اللي حصدت ذهبية الجري. أهلا وسهلا بالعائلة الظريفة جدا، عائلة الكحلة. ومثل ما بنعرف نحن ومثل ما دائما تعودنا بانه هي العائلة يلي دائما كانت تحصد الذهبيات بكل الاولمبياد، فبالرغم من قوة الصينيين وسرعة اليابانيين ومصاري الامريكان وحيوية اليونان وستايل اللي بنعرفه ستايل الطليان، كمان جهد الالمان وحرفية الاسبان، قامت برغم من كلهم هدول المجتمعين، قامت عائلة الكحلة بتكحيل سماء الوطن بالذهبيات، الذهبيات اللي حصلت عليها بجهدها وبتعبها وبعرق جبينا. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا مرة تانية بهي العائلة الظريفة. الحقيقة في أسئلة كتير عم تدور بذهني وعم تطرح ذاتها بهي المناسبة أمام هيك عائلة فعلا بترفع الراس. الموهبة، الموهبة يا ترى هي الموهبة من وين بلشت؟ أو بالأحرى كيف تطورت؟ يعني الأرضية الخصبة، أو إذا ما بدي أقول الأرضية الخصبة، المعسكرات اللي كانت مطروحة قدامكم ومتوفرة اللي خلتكم تحصدوا هاي الجوائز، شو هي؟ والله الحقيقة أنا فكرة المعسكرات كلها على بعضها ما خلطت مشطي، يعني من زمان والله كانت مقلوبة. فيعني بقول لك بصراحة، منذ الطفولة ومنذ نعومة أظفاري بحس إنه في عندي موهبة، موهبة
الحولي مولي بالدولة قديش هدولة منظقي، والحمد لله الحمد لله توفقنا فيها يعني. ومن خلال هاي اللعبة صرت من أهم، وبتحدى أنا الجميع على اللي عم يسمعني، من أهم القافزين في العالم، ولقبوني لأجل النكتة بالقافز السعدان. عامر 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 يلا عامر عامر يلا يلا يا بطل يلا عامر عامر عامر. حولي مولي بالدولي قديش هدولي مفرد خطا خسرتوا. الحقيقة يعني هي هاي اللعبة، هي مهمتي أنا بهاي اللعبة تبعت الحولي مولي بالدولي قديش هدولي مفرد. لا غلط جوز، فهدولي يعني الحقيقة. وأنا بعتبر حالي مع هاللعبة كنت طير، كنت حلق مع الطير الطاير اللي بده يحلق. وفعلا فعلا انت سيد عامر طيرت طيرت عقلنا من الفرحة بالذهبية اللي حصدتها بالأولمبياد. بس إذا بتحب يعني توجه شكر لأي حدا أثر بحياتك أو ساعدك لهذا النجاح تفضل. مشكورة مشكورة على راسي، بنشكر التلفزيون الحقيقة يعني شكرا. بس بدي اتوجه لك سيد عامر اذا حابب توجه اي شكر لشخص معين اثر فيك او ساعدك على النجاح اتفضل، الكاميرا معك. انا بوجه شكري للطحش زعيم حارتنا، لانه هو اول من اكتشفني واكتشف موهبتي بلعبة الحولي مولي بالدولة قديش هدولة، وبقول له انه كفوفك السبعة يا طحش لما كنت عم دخن تذكرت ان اللي خلوني اكمل بالرياضة. ربي يوفقك والله يطلعك من السجن يا حبيب قلبي، وشكرا. الحقيقة الحديث جدا مؤثر كان يا سيد عامر، ونحن كلياتنا بالاستوديو تأثرنا جدا بهذا الحديث الراقي والمعبر. هكذا عفوا وهكذا دقيقة عفوا وهكذا أعزائي المشاهدين كحلها عامر عامر الكحلة بذهبية الحولي مولي قديش هدولي. عفوا بذهبية الوثب الطويل، بس حبينا شوي نغير جو لأنه كان اللقاء مؤثر جدا. الآن نتوجه إلى الكابتن عمر. كابتن عمر مساء الخير. الحقيقة أنا لأنه عصبي بكل إخواتي أكثر واحد عصبي وأعصب واحد بالحارة. انا بنتعب من وقت الوقت من النعومه، بنتعب كثير. اي حدا بده مثلا بلوك شمينتو بنتعب. جارنا ابو رياض مره جاب لا ما كانت مقلوبه كانت مقلوبه جارنا ابو رياض مره اشترى براد وبدين تع قام هو نتعه وصار معه مفتاء. انا جيت اجت ام رياض قالت لي انا جيت نتعت البراد كله ولا انفتقت ولا اي شيء، وكل اهل الحاره اذا حدا عنده نقله انا بروح بنتعمعهم، حتى كانوا صاروا يسموني بالحاره كلهم الجحش. لشو العجقة والطجقة والمعسكرات؟ ما في داعي. إذا عندك أي شكر بتحب توجهه لأي شخص تفضل، الكاميرا معك. بوجه شكر للسياقات، لإدارة السياقات، للمحافظة. عنا نحن بضل إنه المحافظة ثلاث سنين فلت السياقات، بيت أبو رمزي سياقات من أعلى من سياقاتنا. عنا أجلك الله جنب هي في بلوعة بتضل بالطوف، فأنا بضل بنت على العفش من الصالون لأرض الديار، من أرض الديار للصالون. وقدرت انترهم كلهم العفشات وصار في وزن اثقال رفع اثقال.
فعلا فعلا معك حق كابتن عمر. لشو التدريب والعجقة والطجقة ونحن عنا هيك معسكرات تدريبية يعني واضحة وصريحة بالبلد. معك حق. الآن أعزائي المشاهدين ننتقل من ذهبية الأثقال إلى ذهبية وزن الريشة بالملاكمة مع الأستاذ عامر. أستاذ عامر عمار 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 تبع البوكس مو عامر وزن الريشة. أستاذ عمار أنتوا أسميكم شوي بتخربت. عامر وعمار عمار 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 عليا عليا حرف العين يمكن بيجيب لكم الحظ بعتقد. بننتقل ثاني رز العين منظور معقول مهضومين. بننتقل بالسؤال لحضرتك سيد عمار. انت استطعت بعتقد احراز اكثر من ميداليه ذهبيه بكل مبارياتك بالضربه القاضيه مزبوط؟ مزبوط. وبعتقد انه كان في شويه مقارنه مع البطل العظيم كلاي انه كان يلقب بانه بيطير كالفراشه وبيلدغ كالنحلة. حضرتك بشو كنت ملقب؟ تفضل. أول شيء الله يجبر خاطرك يعني هيك مثل محمد قال لك كبير علينا فرق كبير بس إنه أنا بلدغ تبع حروف مو من ناحية. ما كانت هلوي؟ أنت. إيه هو أنا الحقيقة كل هالفكرة معسكرات كان مخطط مصري. ما أخذت مصري أبداً. إنه بالنهاية أنا كده هي ما تعني شيء. كل هاي الملاكمة أنا كان يقومني بالمفاجئ وهي يعني صراحة إنه أنا أكثر شيء يعني أترك معسكرات مع صارت هاي الملاكمة بمحض الصدفة. هو شو عليك هي يا لطيف يا حبيبي الله. أنا كان أنا الآن بجيب خبزات كل يوم كل يوم. إخواتي ما يجيبوا خبز أنا بجيب خبز. الوالد كان ضريب بوكس فأنا بس أحمي وشي أحمي وشي على الحالة الشباب الحالة بيضربوني كلهم بتصير بتنجل علي إنه يضربوني. فأنا لحظة من لحظات تشجعت ضربت واحد فصار في استراتيجية هي إنه بلعب دفاع دفاع بعدين ضرب قاضي. فهي يعني هي ترى بهي إنه مدري ذهبي يا خرب بيت يا عمار الكلب انا واحد اثنين على واحد اثنين على واحد طيب لمين بتحب توجه الشكر؟ تفضل. البابا يعني هو البابا اكثر واحد هدي. بابا يعني بحب له انه يا بابا ضرب الحبيب زبيل شكرا لك انك تضربني ورفعتي بالحرم حطوني وهي هني يعني كانوا يضربوني شكرا. الحقيقة يعني موقف مؤثر جدا. أنا بصراحة شخصيا تأثرت كتير وأكيد المشاهدين تأثروا. وأنا بحب طمنك يا سيد عمار إنه صوتك أكيد رح يوصل. وأكيد أنا متأكدة إنه سيد الوالد بيكون عم يسمعك هلأ وبيكون أكيد متأثر مثلي. بننتقل أعزائي المشاهدين بننتقل هلأ بعد ما رأينا الذهبيات الكثيرة المتألقة التي حصدتها عائلة الكحلة. لم ننسى أبداً ولن ننسى ختامها مسكو وردة هذه العائلة والعطر الذي يفوح ليكحل هذه العائلة الفتاة الطيوبة الرومانسية والتي حصدت ذهبية جري للمسافات الطويلة. المسافات الطويلة وليس المسافات القصيرة. نتوجه إلى الآنسة عليا الكحلة. مرحبا آنسة عليا. أول شيء بحب عايد أمي وأبي وهديهم هذا اللقاء السريع. وتاني شيء كانت مقلوبة؟ ماشي. وتاني شيء بحب أتشكر أهل حارتي وقلهم شكرا لأنه قلهم فضل أني وصلت لهذا الشيء. شكرا. أهل حارتك؟
يا ترى في حدا من أهل حارتك كان له دور بأنك توصلي لهي المرحلة وتحصلي على الذهبية؟ يا ترى في حدا من أهل حارتك بتحبي تسميه بالاسم ساعدك أو أشرف على تدريبك؟ بالعكس، هن كانوا يلحقوني ولطشوني، وأنا كنت مضطر أركض مسافات طويلة جدا 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 حتى أهرب منهم. اجت اجت يا شباب. والحمد لله ما كنت بعازت حدا ليساعدني، لأنه سرعتي اللي الله وهبني إياها كانت بالمكفى لدافع عن شرفي وحياتي. برافو عليكي، بحييكي، أنت بنت مناضلة ومكافحة. بتحبي تهدي حدا؟ بصراحة بحب أهدي فوزي لشباب حارتنا اللي الحمد لله أهلهم تعبوا وربوهم تربية صالحة جدا. فعلا والله معك حق. أوكي، فعلا الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن حالة الإعجاب بهذه العائلة الرائعة، عائلة الكحلة التي رفعت علم الوطن عاليا بإنجازاتها الرائعة في سماء العالم وسماء الوطن العربي. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي وإياكم في حلقات مقبلة كهذه الحلقة الرائعة. وفي النهاية سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أشكر عائلة الكحلة، ونتوجه الآن وإياكم بسؤال جماعي لهؤلاء الأبطال. السؤال: ما هي أمنيتكم في المستقبل أيها الأبطال؟ الحقيقة نحن بنتمنى أنه أخونا الصغير عمورة ياخد بطولة العالم بالجولف. ولسنا نتمنى فقط، بل متأكدين لأنه خالو فؤاد عم يشرف على تدريبه. عمورة شق الجورة. طيبة لنزور النبي. طيبة عمورة. بطل العالم عمورة. وبطل الكحل عمورة. ترباية خالو عمورة. عمورة عمورة. ساستي قولي كلمي ما علمتي قولي ازي ما حرمتي قولي ساستي قولي كلمي ما علمتي.
منتخبنا الوطني يستعد لبطولة آسيا ويقوم بالعديد من المعسكرات. إيه مو شكلنا نبلع كأس العالم، بدنا نبلع الدنيا كلها هيك. ها مدرب روسي معناتها أكيد المنتخب خرشو. وانا بردان زي وحرمتك ليه. اسلام ابو رعي. اهلا جنان. شوف شوف يا حرام. صوت عالي سيلتو بلاي شريف. اسمعي يا ستي، أزمة المسرح ستنتهي. ها؟ صالات السينما سترمم. ممتاز اكسلون، معناتها في نظرة تقدمية للثقافة، لأنه بهالأيام شيري الثقافة صارت ثروة وطنية. يعني بس يكون عنا لو سينما لو تياتر فريمون لو سينما فريمون لو تياتر، يعني شي حقيقي، نحن بنقدر نرجع فلسطين، بنقدر نرجع الأندلس كمان. ايه بوركوا با، ان شاء الله نرجع انا ريه. قول لله ان شاء الله. اسلام ابو رعد. ارباح 5 مليارات ليرة لمؤسسة التبغ ومحاربة التدخين بطريقة حضارية. ممتاز ممتاز، هلا بلش يفكروا صح. أساس النجاح هو التطور وعدم الانهزام. ممتاز. يعطيك العافية يا أبو تامي. لك شو بك عم تلهات؟ لسه ما استفتحنا. لك شو عم بلهات؟ اليوم من صباحية أول جيت أخذت الجرايد من هون ووزعتها، بدي أطلع على السيران أنا وأختك مراهيت. أني جرايد؟ لك شو أني جرايد اللي كانوا هون؟ الجرايد اللي كانوا هون؟ إيه. لك هدول الجرايد اللي كانوا محطوطين الصبح هون؟ لك إيه. الله لا يوفقك على العمدة يا أبو رايد، خربت لي بيتي. لك شو في؟ لك هدول جايبينه من الأرشيف مشان ناخذهم على الترسيخ. Thank you.
سمر شبك فيك شيء؟ حاسه نفسي عم تلعب. لي بس ما تكوني حامل. ان شاء الله اكون حامل. ليش هيك عم تحكي؟ صار لي سنه بتمنى يجيني ولد. يا لطيف الله لا يسمع منك. يخرب بيتك فادي. ليش هيك عم تحكي؟ حاسستك عدوتي مو رفيقتي. لك ايه ستي الله لا يسمع منك. انتي لساعتك جديدة هون ما بتعرفي شي. وعي ها هاي تستفرغي. ديري بالك مشان الله. خوفتيني. ولي على قامتي ولي على قامتي. ان شاء الله راحت عليك يا سمر. يا رب يا رب تجي العواقب سليمة. لعمة سمر ما غيرها؟ مو هاي العاملة الجديدة؟ ايه والله يا معلم. وبالعلامة ليتها بالحمام عم تستفرغ. لك شو قصة العالم؟ شو قصتهم؟ لعمة لا قدروا علينا يعيشوا حالهم لحتى يجيبوا اولاد. اف روح قليلة لأم محمد تاخدها تعمل لها اختبار وبعدين تجي لعندي. يلا على عيني. وين رايحة؟ مو انت قلت لي روح. وانا قلت لك روح. شو هالطيلسي هي؟ وين ال 350 ورقة اللي دينتك اياهم امبارح؟ مو عساك تجيبي لي اياهم اليوم؟ والله يا معلم اذا بكره ما كانوا عندك اخصمهم من الراتب. لا ما راح اخصمهم من الراتب، كل شيء لواحد، الراتب شيء والدين الشخصي شيء. يلا بكره بتجيبيهم درم لي من هون. على عيني على راسي. شو بدكم؟ فطرتي ولا لساتك على حم بطنك؟ لا لسه ما فطرت، بعدين لسه ما اجى وقت الفطور. لك انت جدبه ولا عم تجدبيها؟ عم اقول بالبيت تزهرمتي ولا ما تزهرمتي؟ ما بفطر الصبح. ايه كثير منيح. معناتها خي امسكي وفهمك كفايه. عفوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل شغلة بدنا نشرحها. شو مثل ما سمعتي عم نقلك فوتي خدي هالكاسة فوتي لجوا. مسكي انتي ساعدي وخلصوني بقى. قطيعة تقطعكم كل يوم والتاني. على راسي معلمتي. تفضل معلم. النتيجة إيجابية ما شاء الله حولها وحواليها. يا حبيبي شي حلو والله. لعمر لسه كل يوم التاني بتحمل لي وحده. اشوف ادخلكم مفرخه انا ولا مجني؟ هذا قطاع خاص مو قطاع عام. ليش هيك عم بتحاكيني؟ هو اذا طلعت حامل انت شو خصك؟ ايوه شيء حلو والله. ام محمد تركينا لحالنا شويه اذا بتفيدي. يا على عيني وراسي. وانت يا خانم شرفي عدي قدامي مني لحتى اشرح لك صورة الموقف اللي نحن فيه. لك شبكي واقفة؟ عدي ما راح اطلب منك مصاري حق العدي. عدي شوفي يا سمر، حسب قانون العمل الجديد انا لازم اعطيك 4 شهور اجازة مع راتب لما نبتلدي. بس بهالطريقة بيكون القانون عم يصدبنا نحن أرباب العمل المساكين اللي سهرانين على اقتصاد البلد وتوفير فرص العمل للمواطنين. ايوه انا شو دخلني؟ لك شلون شو دخلك عمي؟ شلون شو دخلني؟ انا شو دخلني؟ انا قطاع خاص، قطاع خاص عمي، فهمتي شو يعني قطاع خاص؟ كأنه حضرة جنابك جاي تتوظفي عندي مشان تخلفي وتاخدي أمومة. بس مو هيك انا قصدي يعني انا خليني كفي كلامي عمي، خليني كفي كلامي. والقانون ذات نفسه بيعطيني الحق بالتسريح التعسفي مع منحك راتب شهرين عن كل سنة خدمة عندي هون بالمعمل. وحضرة جنابك مالك هون غير 3 شهور وتعي دبريه اذا بتتدبر. انا رح اقول لك شو ممكن ساوي. يعني انا فيني سرحك من الشغل قبل بشهرين ما تلدي منيحه وبعطيكي راتب شهر ومكافأة بظهرون. احسن ما ادفع لك راتب 4 شهور امومه وساعه رضاعه بعد ما ترجعي لي على الشغل. فهمتي علي عمي؟ يعني انا فيني سرحك من الشغل بالقانون.
دخيلك يا معلم، كل شيء إلا التسريح. بعدين يعني والله أنا من حقي يكون عندي ولد. هلا لا تحاكيني بالحقوق الله يخليكي، دغري بتجيني كريزة، بكرز فورا أنا. بعدين بكرة إذا سرحتي ما تحكي لي بقصة نقابة العمال ومطالب وحكي فاضي. إذا اتحاد نقابات العمال تبعكن عمل كراس عم يتغنى فيه بالقانون الجديد، فهمتي عمي؟ بقى بتتسرحي من تمساكي. دخيلك يا معلم، والله العظيم أنا وجوزي يا دوب ملحقين حق لقمة الأكل آخر الشهر. الحل عندك عمي، يا أما بتتركي شغلك يا أما بتفوتي على غرفة اللعب 4-5 ساعات وبنخلص من كل القصة وكأنه شيئا لم يكن. غرفة اللعب؟ لك ايه عمي ايه، شمس قمر نجوم، لك سهله كتير مثل شربت المي، وما رح ناخذ منك مصاري، رح نخليكي تلعبي ببلاش احسابنا. يا هلا امتي عليكي يا سبب، قولي على قامتي عليك. شمس قمر نجوم الدهر، شمس قمر نجوم الدهر، شمس قمر نجوم الدهر، شمس قمر نجوم الدهر. You want the way you belong.
يا ناس خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي.